معكم شوبير دي زاد كالعادة. معكم مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على قضية تهم الشعب الجزائري، وهي السكوت على 22 مليار لهذا. نتكلموا مع الوزير تاع الشبيبة والرياضة اللي كان شناه دخل روحه في كل أمور تخص البطولة الجزائرية، يخص الفريق الوطني الجزائري، إلا أمر واحد يا الهادي والدعلي، إلا أمر واحد وهو ما تكلمتش على تبذير الأموال تاع الاتحادية، يعني تبذير الأموال تاع الاتحادية، يعني تبذير أموال الشعب، يعني أموال الشعب، سبونسور من خارج من الشعب، موبيليس تاع من تاع الدولة الجزائرية تما تاع الشعب، دراهم تاع الشعب، تما تكلمت دخلت وين؟ غيرت الملاعب، دخلت وين؟ حبست مقابلات، وين لي فيزيت باش يلعبوا مقابلات تاع الديربي كيما نقولوا حنا لابس هي اليازمة، دخلت في الرابطة، دخلت في المدربين، دخلت روحك في مدرب، دخلت روحك تصيب رئيس اتحادية، وليت تروح تبقي جوار على خير، تلاقي جوار تسلم عليهم تحمد لهم الحمد لله جيتو وليتو بخير في كلش، إلا حاجة برك اللي ما تكلمتهاش وتحمل أنت، تتحمل مسؤولية كي نقول لك أنت تتحمل مسؤولية، بالك بلي أنا بالك راني نهدر معاك، أنا مانيش كيما نقول الخوف لا من ربي، خاصك عارف أنت يا خاطيك مجال تاع كرة القدم ولا شيء في كرة القدم، انت ولا شيء في كرة القدم، انا اقول لك انت ولا شيء في كرة القدم، تروك هذا صدقي، وحنا نعرفوا بلي صدقي تاجر باش يخرج دراهم من جيبو، التاجر باش تخرج التاجر تعرف تعطيني كوسي تعال منا انت معطو ليكزومبل حداد ولا ود زميلي ولا زاتشي يكمل مع مدرب هو تشعل من 11 مدرب من 2011 2017 11 مدرب غير زاتشي عطاهم قاعدين في ديارهم يخلصوا منا ل 2019 الى الابريل 2019 كاينه هذه عندنا مدربين راهم يخلصوا وقلنا لكم 100 مليار و 400 مليون بين من سعدان حتى مدان وزيد 100 مليون تاع حانيشات وزيد 100 مليون تاع راخو كيسموه تاع محضر بدني تما 14 مليار و 400 مليار و 500 مليار و 600 وزيد لها تاع المدرب تاع الحراس المدربين عبد بوراس هذاك مليار و 700 وزيد حكيم الدين 150 مليون مليار و 850 وزيد تما عندكم حتى زوج ملايين و 500 في الشهر تخرج صح وين راهم الناس انا احنا بغينا الباصين يدخل لهنا تبذير اموال كيفاش تايا هدرت مع الماناجر تاعو اي سي بو سي بايسا يقول له نعطيك الشهر ويسمح لنا وباش نديرو ماتش باش نزيدو فريق نبذلو اموال نعاودو نولو لكم نجيبو غير حاجه صغيره كيما قلت لكم حداد وزميلي وزاتشي 11 اونترينير من 2011 2017 تعامل معاهم كيما تعامل مع الكراس كيما هكا مدربين اللي هو طردهم مدربين قاعد يخلص فيهم هما قاعدين في ديارهم هو يخلص فيهم لا حداد يدير هذه الحاجة يطرد اونترينير ويودي حمدي راه يخلص وتزميلي لي زونترينير داك بوزيد وهذوك راهم يخلصوا لا اي مدرب اي رئيس نادي في الجزائر ما يديرش هذه الحاجة والله ما يديرها صح حنا قعدنا نقرر الوزير كيما دخل في البطوله غير الملاعب الوزير دخل حتى في الهيئه تاع قرباج وين حبس لي بارتي
لياس مع لام سياحه باش عمل لي بارتي ريفيزا ريفيزا لا دات تاع لي بارتي وحبسها. دخل بزاف المدرب، بغينا نشوفو كتالي انت نهار الاول قلت لنا بلي زاتشي عطيناه كاع وفرنا له كاع الصوالح باش يجيب مدرب عالمي. تما مدرب عالمي حنا نتوما في ريسانكم مدرب اللي جبتوه، تما مدرب عالمي يقعد في دارو من شهر شهر يروح تيري دراهم 22 مليار تقسمها كاع للدايرات كيما نقولوا حنايا، تجيبها من سوق راس هادو في هادو 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 لي زيكيب الصغار 22 مليار تقوموا حتى تلقى باب العسل كاع تقوموا 22 مليار. شحال راكم تعطوهم لهنا؟ شحال راكم تعطوهم انا بغينا 100 مليون عام كامل دايره كامله تمشي ب 100 مليون بيجي تاع 100 مليون. يقول لك تطوير غادي اللعابه ما كاش لعابه ما يخرجوش ما كاش باش تطوير باش باش ب 100 مليون ب 100 مليون غادي تمشي فيلاج كامل ما تمشيش. جوار وحده يدي 400 مليون اونترينار تاع ليكيب ناسيونال ستار تكنيك تاعو كلش كلش عندكم زوج ملايين غي كيعطي زوج ملايين عند غادي ماتش يخدم هذا الماتش من بعد ما نزيدوش نشوفوه الى مارس نوفمبر مارس من نوفمبر مارس شحال كاين من شهر شحال غادي يخرج من المليار. ها بغينا نشوفو حنايا هذا وزير كيما يدي يدير رجله دار رجله نهار الاول وقال لهم لازم الحاج يتحاسب ولازم انا نحاسبوك انت مالك حنا الشعب نحاسبوك من حقنا نحاسبوك مانيش خايب انا خايب انا ماني جاجة انا كنت انا مك وانت يا يزين عامر مي قلت لي بلي راهم قلت لي المهم عيط واحد قال لي الناس راهم دايرين لك استوديو والناس راهم دايرين لك منه والناس تصرف عليك والناس ها ها استوديو تاعي شوف ها ها ستيديو تاعي ها البورطابل نحطو هنا نحطو هنا وقعد نهدر هاك شوف ها ستيديو ها ها هو ستيديو هاك شوف ستيديو ها ستيديو تاعي كدا كرسي فوق كرسي وندير لك فيديو ونهبلكم ريسانكم انايا هاك شوف فيديو تاعي انا كي وصفو لنا والله لا بنادم راني بنادم الله غالب والله العظيم ها ستيديو تاعي كدا لكم تقولوا بلي راهم يعطوهم الدراهم وراهم منا وراهم منا كاش 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 مواطن جزائري بسيط رانا نردو عليكم والحمد لله داروا لنا ذي الانترنت وما بنادم كره بطاقتك يشوف هكا في التلفزيون بوحنيكه يكذب بالشيخ يكذب ماجر يكذب وراخك سموه اسعد يكذب الناس تكذب زين عامر يكذب الوازن يكذب ماجر ندوه صحفيه كذب في كذب الاخر انت شكون من نادم ناس ناس مزالين قاعدين وجاي جاي يتعرض عليا انا يتعرض عليا تاع الكروبي انتك مزلول انتك انتك ما تودنيك انتك مذبوح كيف جاجا انتك كيما يديروا لك تجي شو رجاله فاش رجاله فاش انت يا من ناد انت شو شوف من ناد انت ولي تشارع في الجزائر ولي تحوس على فوضى باش يعطوك ولي تسبوا بولادكم تسببتوا بولادكم بولادكم ربي خلقهم مساكين خلقهم ذو احتياجات مساكين اللي مات مات الله يرحمه اللي مات منا مساكين الله يرحمه بصح ربي خلقهم كيما بصح انتم استغليتوا ولادكم باش يعطوكم الدراهم استغليتوا ولادكم معوقين مساكين زادوا معوقين استغليتوا ولادكم باش ديتوا الدراهم عارفين بلي ولادكم ربي ربي يخلق البنادم كيما يبغي بصح انتم حصلتوا كل شيء في الجزائر، الجزائر هي اللي ولدت هي اللي هي اللي تخرجت الدراري. عرفتوا وين وصلتوا؟ على جال الدراهم، تحسد انت انت انتوما ولادكم تسببتوا في ولادكم. وتزيدوا درتوا محامي تونسي روحتوا لتونس وليتوا تشارعوا في الجزائر وليتوا تراخروا وليتوا منا. الافان يجوا يعطوكم مناصب خاطر انا كنتوا معارضين. كنتوا معارضين. انا كنتو معارضين كنتو كونت الحاج كونت ليكيب هذه واليوم صبحتو بغيت تهضروا على ليكيب الحاج ماشي مليح الحاج الحاجه اللي دارها ماشي مليحه قانون بهاماس عليكم باش تستغلوه قلتوا لا احنا محترفين ما عندنا ما نديروا بهم راكم تقولوا باللي محترفين نحتاجوهم ولاد الجزائر ولازم ندعموهم نهار الاول انا ما ندعموهمش
النهار الاول انا كنت نقول لهم هذا باطل وهذا مناد وهذا وهذا، بالدين كانوا يجوا بالشروق هذو كاع 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 النبيح تاعهم هذو كاع اللي عاقل عليهم. مي كانوا يقول لك لازم نجيبوا كوب تاع افريك، هذا الجيل اللي يجيب ما جرى. شفتك في الندوه الصحفيه اللي فاتت، انا قلت لهم ان شاء الله بربي كاليفور نروحوا دومي فينال، حاول قول بلي نجيبوا كوب تاع افريك. انت كيما كنت تقول بلي نجيبوا كوب تاع افريك، واليوم راك تقول لا.